بالريشة واللون مع هاوية للفن التشكيلي دخلت ميدان المحترفين. معرض بيحمل عنوان ذرة الحياة قدمته الشهر الماضي بأسواق بيروت، وهي بضيافتنا اليوم بعيون بيروت رشا خياط. أهلا وسهلا فيك رشا. أهلا فيك. ثانك يو. نحن أول مرة بنستضيفك بعيون بيروت، وأنت أول مرة بتقدمي معرض للفن التشكيلي، بقول لك ألف مبروك. شكرا. الله يبارك فيك، وأنا بتشرف أنه كنت موجودة. حطينا شوي بالصورة كيف كانت أجواء المعرض وحتى التحضير قبل المعرض، كونه أول معرض لإلك يعني أكيد بياخد من أعصابك ومن وقتك واهتمامك. كان هلأ هو المعرض أنا حضرت له منيح وعملت له يعني عملت له دراسة وorganization للمنطقة والمكان والزمان وكل شيء. والافتتاحية كانت برعاية معالي وزير السياحة، وكانت الحمد لله إيجابية جدا وفوق ما توقعت، وكانت الحمد لله experience ناجحة. ومثل محاضرتك قلتي إنه أول انطلاقة لإلي احترافيا بال ان بابليك يعني. المعرض يعني نحن عم نقول انت دارسه اداره اعمال ورحتي على مجال الفن التشكيلي، يعني عم تمارسي الاثنين مع بعضهم، ولا هلا الفن والفن التشكيلي تحديدا اخذك من اداره الاعمال؟ هلا مبدئيا ماشي بخط الفن التشكيلي احترافيا. قبل هيك كنت أنا عم بشتغل بمجال البانكينج، بس كان الفن من أنا وصغيرة جزء ما بيتجزأ مني، يعني بكل مراحل حياتي كان دايما الفن هو المنفس لإلي، وبعبر عنه عن حالي بأوقات فراغي. مبدئيا وقت اللي فتت فيه بالمعرض بالإكزيبيشن هو خطي اللي ماشي فيه الوحيد، بس رح ارجع بعدين كفي بمجالات علمية تانية لما ثبت نفسي بالفن. اوكي. يمكن لانه بتحسي انه بوطننا العربي الفنان ما بياخد حقه كتير؟ لا ابدا، بالعكس، لانه انا عندي طاقة كبيرة، يعني بلحق على كذا شغلة مع بعضهم. ومثل ما قلت لك الفن انه جزء ما بيتجزأ مني، دايما عندي مساحة لإلها. ف يعني مشان هيك بحب ضل خط بحياتي، وبنفس الوقت اشتغل اعمال تانية ممكن تكمل الفن. بس من ناحية نظرة الناس للفن وتقديرهم للفن، يعني بالرغم من انه الاوضاع بالبلاد العربية بضل في تقدير للفن، هيدا اللي شفته وهيدا اللي لمسته. ان شاء الله الحمد لله انه هيك، لانه اكيد الفنان لازم يتم تقديره، وهيدي موهبة بالاساس. هالموهبة اللي عندك اياها واللي عم تقولي انه دائما رشا عندك وقت لتنميها ولتمارسي موهبتك، وصلنا لمعرض احترافي، عم يعني بلشتي تمشي بخط الاحتراف مش بس الهواية، بس بحياتك بمين تأثرتي؟ بمين حسيتي انه ساعدك لتصيري افضل؟ هلا انا كنت هاوية وضليتني اخذ كورسز من وقت لوقت، ولا مره درست احترافيا، وكنت دائما بس براكتس، يمكن خليك تصيري يوم بعد يوم وبقرا، وكنت بثقف نفسي، وبحب كمان ستيل الفنان فان جوخ، التكنيك تبعه سيركلر موفمنت تاثرت فيه، بس هي الثقافة أكتر شيء الواحد بينمي حاله فيها. حطينا شوي بجو هول اللوحات رشا، يعني كيف طريقتهم؟ شو الستايل يلي عم تقدميه من خلالهم؟ هلا أنا حكيت عن الثيم تبع الإكزيبيشن تبعي، هي اسمها ذرة الحياة. إذا بتلاحظي في مواضيع مختلفة، أنا حبيت أجمعهم بفكرة موحدة، مواضيع مختلفة كلها مستمدة من الحياة. يعني هون عم نشوف فوق مثلاً بيت والطبيعة يلي فيها الألوان كلها، يعني وكأنه عم نقطع لوحاتك، في الواحد يطلع كل واحد يفسرها على ذوقه، يعني بده يطول هو عم بيطلع فيها للوحة. بالضبط. يعني أنا شفت ألوان حلوة وألوان غامقة، يعني مثل كأنه الفصول كلها مع الحلو ومع الشر والخير وكل شيء شفته بهيدي اللوحة. بالضبط.
هذا اللي استوحيتيها هي الفكرة الأساسية اللي من وراء لوحاتي. هي المفروض الأساس، يعني الواحد لما يرسم لوحة يكون في inspiration، مثل رابط بين الشخص اللي عم بيشاهد اللوحة والإحساس اللي بيوصل له. يعني اللي حضرتك فسرتيه هو الانسبريشن اللي لازم توصل للمشاهد. فهمتك مظبوط. بالضبط. هلا انا عم بحكي عن ذرة الحياة، يعني عم بجمع مواضيع مختلفة من الحياة. سو اللي بقوله بذرة الحياة انه انا عم بحكي على التكنيك السيركولر موفمنت اللي اذا بتلاحظيها بكل لوحاتي الانرجي، خاصة هون كمان اذا عم نحكي عن السيركلز، العين تحت وكيف انه الدوران يلي حواليها للعين. بالضبط. هي هاي انا مسميتها ميرورد كاريزما البينتينج. انا تسميتي للبينتينجز كمان ما بسمي اللوحه مثلا، هاي اسمها فيوجن، ما بسمي اللوحه بالموضوع اللي عم بتشاهديه، بسميه بتريجر. هيدي فيوجن. ايه، بيكون في تريجر يخلي المشاهد يفكر لأعماق أبعد، غير اللي يعني غير اللي عم بيشاهدوا بالموضوع الموجود. وأنا حبيت نقي مواضيع مختلفة لحتى بين إنه الأبستراكت اللي هو نوع رسمي يعني له percentages. فيك ترسمي أبستراكت موضوع مثلا فيه نسبة معينة من الرياليتي ونسبة من الأبستراكت، وفيك مثلا من 50% توصلي ل 100% بحيث انه ما تفهم الموضوع ابدا بس تستمد منه الوحي اللي بده يوصل لك. مثلا هاي فيها بيوت، هاي اسمها تياترو، هاي اتس توتالي ابستراكت. يعني اللي بدك تستوحي الفلسفه من وراء البينتينج اللي بدك تستوحيها فيها توصل لك. اوكي، واللي حدك هون هيدي؟ نعم. هاي اسمها فول مون انسومنيا مسميتها. إذا بتلاحظي في بوت وفي أمواج وفي فوق كأنه الفول مون. مزبوط. بس اتسي يعني الوحي اللي بدك تستمديه وتخليك تفكري لبعد أعمق، اللي هو أنا بذرة الحياة عم بقول إنه في حقيقة وراء العين المجردة اللي بتشاهديها، اللي من المخلوقات كلها اللي موجودة، من المخلوقات اللي بتعود للذرة، في حقيقة أعمق اللي ما بتشاهدها العين بس بتحسها، اللي هي السيركولر موفمنت. لانه المخلوقات اساسا ان كان جوامد ام احياء مكونين من ذره اللي هي بحركه مستمره. حسب الفيزياء اذا بتفوتي لبعد اعمق بيطلع كل شيء بالحياه بحركه مستمره، دائريه مستمره، اللي هو اللي معبر عنه بالتكنيك من خلال هاللوحات. يس، التكنيك اللي برسم فيه والمواضيع اللي استمدتها من الحياة. بدي ارجع اشوف هيدي شو اسمها، انتبهت للأحصنة. يعني بتحس الأحصنة كمان بيعطوا شموخ، بيعطوا هيك الحياة، هن رافعين راسهم وبحركة، هن مش كأنهم عم بيركضوا. صح، كل شيء عندي دايما بحركة. الحصان هو رمز عربي أصيل، فيه كاريزما، فيه إليجنس. الرموز اللي بتوحي الحصان الفريدم والوفاء، الصدق، الوفاء لصاحبه. صح. هلا هيدي انا مسميتها لوست ميداليون، لانه اذا بتلاحظي في دائما ميداليون بالحياه بس الناس مش عارفينه، ضايعه وبيعطوا مثلا ايميل للاشخاص اللي شايفينهم. يعني مش يعني قصدي بيعطوا للناس الغلط اذا بدك اجمالا. ما بدي يعني حدد غلط، اوقات ما بدي اقول غلط، بس يعني بدي اقول اذا شافوا اللوست ميداليون كانوا عطوا له الميداليون اللي هو هيدا الحصان اللي بالنص الكبير، وفي هول الاثنين اللي تحت بيستحقوها، بس لو انه وجدوا اللي حق فيها كانوا عطوا اياها. انه بهالمعنى بتتعمق كثير، واضح رشا، يمكن من خلال قراءاتك. يعني كل شيء له كثير ابعاد، منك سطحيه ابدا، بتفوتي للعمق اكثر. ثانك يو. ايه صراحه يعني انا ورا البينتينج دائما في فلسفي، في ثقافه، حتى يعني بختمها بالعنوان البينتينج اللي هي بتزيد معنى اعمق للبينتينج اللي
عم بتشاهديها، ومنه طبعا اكيد هي جزء من شخصيتي بالحياة بكل شيء. بالمعرض كم لوحة كان فيه؟ كان بحدود 100 لوحة، والحضور قد ايه يعني كان على قد انت توقعاتك؟ كل شيء كان الحمد لله فوق ما توقعته، ان كان من الحضور، ان كان من الفيدباك، ان كان من النجاح، المعرض كله كان كله فوق ما توقعت الحمد لله. الحمد لله. حسيت انه العالم تفاعلت مع اللوحات وفهمتها مثل ما انت بديك؟ يعني اكيد انت كنت متواجده قد ما قدرت، تواصلتي مع الموجودين، حسيتيهم عم بيفهموا اللوحه مثل ما انت حابه توصلي الفكره؟ هلا بشكل عام الكل تقريبا وصلوا الفكره العامة. إذا في أشخاص يمكن تعجبهم اللوحة بس ما يشوفوها بنفس هلأ، مش غلط، يمكن يشوفوها بمنظار تاني، مش مشكلة. هيدا اللي بدي أقوله، لأنه وهيدا الشيء الصح، لأنه الناس أذواق، واللوحة دايما بيكون في مثل كونكشن أو علاقة شخصية بين الشخص واللوحة. يعني ممكن شخص يتوقف عند لوحة، الشخص التاني ما يتوقف عندها، بس بالعموم الناس حسوا كانت التعليقات انه حبوا مثلا هارمونيوس كولرز، علقوا عليها اللي هو اللي بيعطي الهوب، علقوا على السيركلر. جزء منها لو سمحتي، بس كمان هون عم ناخذ فكره عن بعض اللوحات يلي كمان فيهم هيدا الهوب اللي عم تحكي عنه، الامل، الالوان الحلوه، الفرحه. يس بالضبط. يعني الكل حكى عن تقريبا عامة الكل وصلوا نفس الفكرة، والكل حس هالشي هو بالمعرض. يعني هو ستايلك هيدا بغض النظر عن اللوحات كيف بتكون، بس يعني هيدا البصمة الأساسية، وأنت بترجع بتطبقيها كل مرة بفكرة جديدة. بفكرة جديدة هلأ، يعني بداية أنا هيك مبلشة، بس كل شيء له تجدد. يعني it's a circular movement to development في بنفس الوقت. so هلا هيدا الفكره، بس كل شيء يعني ممكن يتجدد، ممكن يتغير. ايه بس بصمتي بستايل البينتينج تبعي، ذس از ماي تكنيك. يس اوكي. كيف بيتطور هيدا التكنيك رشا؟ يعني الواحد ببلش اول شيء بالعاده بنعرف انه مفروض يبلش هيك بستايل كلاسيكي وبعدين بيصير تجريده. بالضبط. لحتى الواحد يوصل ل تجريدي لازم يكون يبلش بالكلاسيكي، لازم يكون يبلش بالرياليستيك فوتوجينيك فوتو فوتوغرافيك ايمج لاي صوره بدك ترسميها، بدك تعرفي السايزز، البرسبكتيف، الكولر فاليو، بدك تعرفي اللايت والشيد، ومنها بعد ما تدرسيها مزبوط تطلعي منها للابستراكت. والابستراكت از اندلس، يعني مثل ما قلت لك يعني they are different percentages. وساعتها هون الفنان بحط فيها his own creativity، التكنيك اللي بده اياه، ببلش يقدر يعطي من حاله اكثر. مزبوط. بس ضروري جدا انه يكون بيعرف الاساس. اوكي. تيطلع على البيز ليقدر يرجع يتفرع منه، وكل واحد هون بصير عنده his own style. Yes. رشا اليوم هلا المعرض له شي شهر، اكيد ما له زمان، بس بلشت تحضري شي جديد؟ يعني على طول عم ترسمي، ولا في اوقات معينه بتحسي انه هلا صار لازم احضر لمعرض؟ هلا انا عم بحضر، اكيد في شي جديد next year، ثيم جديد وديفلوبمنت جديد. كنت عم تساليني كيف الواحد بجدد حاله بالثقافه، وهلا انا صرت اكثر بمجال الفن، انه بشوف بشوف من حوالي، بتعلم من الارتست اللي حوالي، من الثقافه الموجوده لطور نفسي. من على صعيد محلي تتاثري فيه؟ استاذ حموي الله يرحمه، توفى. اوكي. اي فنان استاذ حموي، بحب كثير فن الفنان هرير. بحب فن نحلة. وجيه نحلة. يس وجيه نحلة. الفنانين يعني العريقين اللي عندهم بصمتهم بلبنان، يعني بتقولي لبنان بتقولي الفنانين. استاذ وجيه نحلة كتير تميز باللايف بدون ما يكون محضر، شو الفكرة؟ يعني ممكن يرسم قدام العالم ولوحات كتير كبيرة وتطلع الفكرة معه هيك on set يعني. قد بتحس انه ممكن هيدي بدها خبرة قبل الواحد يصير عنده هيدي العفوية بالأفكار وبالرسم، ولا يعني مع الوقت تكتسبيها، ولا ممكن هلأ تعمليها؟ لا ممكن هلأ، ممكن هلأ بسهولة، لأنه
هذا احساس نابع من جوا. يعني وين ما تكوني بتمسكي الريشه بتقدري ترسمي وباي وقت، اذا كان شيء نابع من جوا. بس هلا مشاريعي مبدئيا انا اللي كنت عم تساليني عنهم، عم بحضر اتوليه كانت وغالوري تا يكون عندي مركز للناس اذا بدهم يكون لهم مرجع بصديكو سكوير صديكو مول، وعندي ويب سايت هلا اتس اندر كونستراكشن عم بفتحها www.rashakhayat.com. اوكي. ماي سوشيال ميديا ان كان تويتر ام بنترست اما فيسبوك، they can find me on Rasha Khay Art. خي ارت ارت اوكي، يعني بدل رشا خياط خي ارت. اوكي سو هولي ماي ريسنت مشاريع دغري من بعد المعرض، بس حكون عم بشتغل لشيء سنوي ان شاء الله. ان شاء الله خير، ودائما هيك بنحب نتابع اخبارك لانه تعرفنا عليك اليوم رشا خياط او رشا خي ارت. هيدا الاسم الجديد، ايه الاسم الجديد مهضوم طالع على القد يعني. خياط مخيطتي على الأن. تشرفنا بمعرفتك رشا خياط، ومبروك المعرض، على أمل هيك كمان نيكست ستيب تكوني معنا ونشوف شو الجديد اللي رح بتقدمي إن شاء الله. ثانك يو، شكرا لك، تشرفت فيك. ومشاهدينا رح نتابع معكم بعيون بيروت مصممة قفازات كفوف على طريقتها نادين الدورة، رح بتكون بضيافة راغدة مباشرة بعد هالفاصل الإعلاني.